السلامة، معكم احمد بنت مشهر، مسؤول المجزان زين جون جوريس. الماركة اللي التونسية اللي التوانسة الكل يعرفوها، اللي ما فماش تونسي كبير ولا صغير ما لبسش منها. كما تشوف فما اقبال كبير في المجزان بتاعنا، على خاطر تتوفر معناها الكاتيجوري الكل بتاع البرودوي والبري ابوردابل اللي يساعد التونسي اليوم باش ينجم يعايد وينجم ياخو ان بانيي معناها افيك ان بري تري ابوردابل. اليوم باش نحكيو على الاكستنسيون سوسيال لونسي بين زين الاسوسياسيون روز دو ليسبوار. زين باش يشري ماكينات تاع خياطه معناها للارامل، معناها اللي فهم اللي يستحقوا يكونوا عندهم استقلاليه ذاتيه في الخدمه بتاعهم ويدخلوا فلوس وحدهم. الاكستنسيون هذه العائدات بتاعها شطر باش يمشي للنساء هذوما اللي باش يصنعوا لنا لي ساكو ايكولوجيك باش يعاونوا رواحهم وتكون عندهم استقلاليه ماليه، وشطر الاخر باش نشريو بهم ماكينات اخرين نعاونوا بهم نساء اخرين. ماذا بينا العباد الكل تساهم باش نشريو الساك هذايا. ذا هوب ماشين اسمها ماكينه الامل اللي باش تعطي برشا امل لامهات الارامل وباش تعاونهم برشا على صغارهم.